السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي تقدر تستخدم الذكاء الصناعي بان انت ترفع له الكتب او الابحاث اللي عندك، هو يبدأ ان هو يلخصها لك ويبدأ ان هو يجاوب على الاسئلة كمان. يعني لو عندك اي سؤال بعد ما ترفع ملف البي دي اف يبدأ تناقشه وتبدأ ان انت تشوف، تقول له لخص لي، طب الجملة دي انا مش عارف معناها ايه، طب اشرحها لي بشكل افضل. كان بتسأل شات جي بي تي، هو فعلا انت بتسأل الخواتيم بتاعت شات جي بي تي، لكن مش بيجيب لك الرد من النت، هو بيجيب لك الرد بس من الكتب اللي انت بترفعها له. يعني مثلا لو انت رافع الكتب بتاعت القوانين المصرية مش هيجيب لك الرد من القوانين امريكا او بريطانيا او كده، لا هيجيب لك من الكتاب اللي انت رافعه. تمام، تقدر تقول له مثلا لخص لي، عايز اجاوب على الاسئلة وهكذا. فالموقع ده من المواقع الكويسة جدا اللي بتشتغل بالذكاء الصناعي، ولا يوفر لك وقت حلو في موضوع البحث العلمي. طبعا ليك ان انت تجربه مجانا، لكن الاستخدامات الادفانسد لازم هتشتريها تدفع لهم فلوس. ممكن تسطبها في قلب المتصفح بتاعك بحيث انها تبقى موجودة، وكل ما تفتح كتاب تقول له انا عايزك تلخصه لي، عايزك تناقشه لي وهكذا. هو فري ان انت تضيفه لجوجل كروم. اي ملف بي دي اف تبدا ان انت تعلم مثلا جزء معين وتقول له اشرح لي الجزء ده. تقدر ترفع بي دي اف او وورد او باوربوينت او ملف تكست. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، اتمنى يعجبكم. طيب نشوف البرايسنج عشان الناس كتيره بتقعد تسال على سعر اي حاجه بنعرضها. البيزك مجاني، ده 5 صفحات في الدوكومنتس، يعني لو عندك حاجه كبيره هتضطر ان انت تقسمها، او ممكن $10 كل شهر. تمام، ده يبقى معاك 500 صفحه وهكذا.